المنهج في الوزارة الحقيقة حطينا ناشنال سبورت استراتيجي زي الناشنال يوث استراتيجي وماشيين عليها. الحقيقة من البداية وإحنا بنشتغل بشفافية شديدة جدا وبمنهج سريع أيضا العلاقة ما بين الوزارة كقطاع حكومي مع القطاع الخاص جنبا إلى جنب مقتنعين بدور القطاع الخاص داعمين للقطاع الخاص بما أوتينا من سلطة في العمل سواء بالقانون أو خلافه. إحنا بنسهل عمل القطاع الخاص ونتعاون معه. علشان كده الفترة الأخيرة يمكن كان فيه أكتر من يعني مؤتمر صحفي اللي بيه القطاع الخاص بيدخل معنا يرعى الأبطال أو مشروع. الحقيقة في بلاد كتيرة جدا تعدادها أقل مننا وجريوا أسرع مننا وأخدوا بطولات. إحنا مش أقل من أي حد. إحنا عندنا مصر بلد عريقة بتاريخها بشبابها بمسؤوليها بوزاراتها باتحاداتها. نحن نقدر نعمل أكتر من كده بكتير. وإحنا كقطاع خاص أولا بنتوجه بالشكر ليكم إن أنتوا اديتونا الفرصة إن إحنا نبقى جزء من هذا النجاح ونقدر إن إحنا نساهم فيه ولو بحاجة بسيطة. دي حاجة تشرفنا جدا. طبعا انا بحب اشكر وزاره الشباب والرياضه والدكتور اشرف صبحي طبعا وشركه بالم هيلز مستر ياسين منصور على البروجكت الكبير ده واللي احنا نكون بارت منه. ده دعم كبير جدا للرياضه المصريه ودعم كبير جدا للعيبه وان شاء الله يبقى دافع كبير لينا كلنا في اولمبياد باريس ويحققنا على نحقق ميداليات اكتر من ان شاء الله طوكيو. طبعا النهارده البروتوكول التفاهم اللي ما بين شركه بالم هيلز للتعمير ورعايه الابطال يعني حاجة جميلة جدا. هم يستاهلوا بذل مجهود كبير جدا. بالتالي ان البروتوكول ما بين بالم هيلز للتعمير واللجنة الأولمبية وفي حضور وزارة الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي ده بتشجع الأبطال ان شاء الله الخمس سنين الجايين هيبقى في زي برنامج ثابت ليهم تمرينهم من مشاركتهم الدولية من رعايتهم داخل وخارج مصر هتكون ان شاء الله بإذن الله متوفرة. دعم قوي جدا من الشركة. بشكر أستاذ ياسين منصور على دعم وحبه للرياضة واحنا في بالم هيلز ان شاء الله باذن الله المشروع القومي يعني بيرجع بقوه ان شاء الله. بنحضر للاولمبيات عندنا 2023 كانت كلها تحضيرات قدرنا ان انا اعمل فيها انجازات عاليه جدا يعني برونزيه بطوله العالم الرقم العالمي الميداليه الفضيه في بطوله كاس العالم مصنف اول على العالم لاكثر من سنه بطل افريقيا يعني عديد من الميداليات وخلصنا السنه اخذ شهر 12 راحه بنبتدي تاني في شهر 1 ان شاء الله سنة الأولمبيك جيمز بنفس التحضيرات بالتنسيق مع المدرب. عندنا كأس عالم هنا في مصر في المدينة الأولمبية مش آخر شهر 1 وبعد كده بيليها فيه 3 كأس عالم لحد شهر 7 إن شاء الله بالإضافة للمعسكرات.